الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إلهي طاعتي ساندي دردار مياه معاصيدي سنة وإذن كدقية خير روح كجرى إلهي طاعتي سا شر أورنا روح كجرى إلهي أول عاصي ومعصيدي سا waxaa dhexda nooyahan aad ugu faafay oo mujtamaacadkeena aad ugu faafay waxa la yiraahdo is-amaanida, in ruuxa la ammaano oo isagoo kula joogaya wejigiisa lagu ammaano. Ama gabay ku ammaano, ama buraanbur ku ammaano, ama tix ku ammaano, ama hada caaday ku ammaano. أمانت الروح وكل شيء وقال أماناي أصل كذا دين توي ربت ويشرت حالات كقار كذا ولا جسوا ريبة يوم والنصوص كسو أرورتي أما مصلحة يدو أي راجح تاي، لكن أصل كوا من عيوه نبي جنة محمد صلوات ربي وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث أبي بكر نبى نبي أكتي سنين كو أماني مركز نبي حكور صلى الله عليه وسلم ورهلك سمي ورهبر قبي نين كان صاحب كايد أماني سو لقنتي سيبات قويسي ور لقنتي سيبات قويسي ور لقنتي سيبات شرطي نبي صدح قربك عليه صلى الله عليه وسلم مركز نبي صلى الله عليه وسلم وحيدي هدي متكين لغا مرمان اي نقطة انو ولالكي امانو هداد كم مرمي ويدو وحا تلا هدا وحا ام لين يا سدا يا سدا انو يحي سدا سان ام لين يا الهي سانا لحساب تميا انتا سان كم لين يا الهي نعيد الدوم دي سكم دا او اماني مايو الهي ساقا ايقا حقو قال سان الدوم كيس سجى قلبي جيس أو حقيقة جيس أو أماني ماي، لكن وحن فيليا وحن ملايين يا وحي إلى التهي إنه صداية. أنت أرده أبو النبي صلى الله عليه وسلم. حلا جو ذا هجوينين أمانتا هدهم واسدا هدهم واسدا هجوينين وحد كورتا أديك ملاها كشكى وحن ملايين يا وحي إلى التهي وحن كاعتقاد سنهي إنه صداية. هذا أولي ما أنت هكذا إني روحة ترى ذا إلهي بأصلح حساب تمي وحا أن كملين يرب ميه مسماها إلهي بأطالة إلا إسقى أسرار تتولية أنو قس الظاهر كيس أنت سيغا مقطن كملين يا إلهينا أدوم ذي سأو أماني مايو إلا دوحي تلمام يسلو دي دين هاي إن ذاتك هرطة ضلقو أمانو ما هي الإله إسقى كاقحو قلسن يادو قور رميس لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى نفتينا أماننا هتسكييننا إلهي با عد والبائد كيقان عد عبسيطة بضن إساقا يقان عد فاجر كإساقا يقان صالحة إساقا يقان طالحة إساقا يقان محاد إلهي أدوم إذي سوقوا أمان إنسان هو أعلم بمن اتقى. مركز النبي قد جملة مهمة ميشا براروشي مركز وليبا ليضاها السداسان كم ملايين يا وحاات كم ملايين سوا إناد كو أكتهي إنو يهي هذاً كو أغين إنو يهي بينالاته وحاد أكتها إنو خائن يهي مركزة وحاد كسفي سي إنو أمين يهي بين باشاكا أدو أك وحاد كو أكتها إنو حين يهي مركزة أمانك لكر بعضي وذ أمانتي إنو حين يهي نواد أكتها بينالاته ويكوى انتهي أمانتي لديدي ويكوى انتهي مركز إن كان يعلم ذلك منه ابن النبي صلى الله عليه وسلم وحقات شيء سهدات كو أكتو حقي سكو أكتو أرين تاسي بركة وأرين هذا بدل حفلات كي مناصبات كمرك اللي سقوي ما دو أمان بالي سكدر چيني أروسيا دي مركة دعيان إسلام وحابة چرب الله سو كريستو أو ريرها يدد كس أروسي يميد كو حروسي يقبرنا أمان كالدال العقل أرور صدا يا جماعة إسكت نفع ماذا وذا ذي بلغك رلاية
يا إنه تعلشت الروح وإن لا أما ما نور الله شيخ شيخه هو حسنا هين حتى أوج على هذا إنه قام معنا وروح الدين ترى ما وقلا وروح النبي محمد وكده صلوات ربي وسلام عليه بل النبي جينا وحده صلى الله عليه وسلم كوا أمان تبادن هدتك أمانة يا عرى أنت قادتان وجهك كسيد أبو النبي صلى الله عليه وسلم صحابة يسون ويفوليين مسند أحمد وحاكوي من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أي نبى السجول لتشوق أماني والصحابة دي نبي قلنا نكمل مركزه أنتوا عرقت من ذاك كصغير مركزه وحيدي نبي محمد بن بقى صلى الله عليه وسلم السجول رهية كوا أمان تبضن ذاتك أمانة وتشج عرقك كصغير مركز نبي محمد أمر كيسان قادنا يفولني روح لفتي سمرك اللجوء هذا النبي قا أمري حتى وحي اللجوء السمية وادول قادنا يا لأن أمر النبي باللجوء فلي روح على عرضة يجوء صيدا يكبر مجرم هوا كجوء صيدا صوبت النبي قا أمري هدي اللي يدي النبي قا أمرينا وأمر قاتو يسون وهو جنسم الصدع بالله إذا في موسى ندي أحمد والسنن كوحاكويمت سعيد بن العاصم اللي يدا هذا أي وحو صدر وفد بوك صدر العراق وحلق المسلمين تأوت لنا عثمان بن عفان خليفة المسلمين يا أفرت خلافة كم ده وأنك النبي صلى الله عليه وسلم أمام بدن إيه أحاديث بدن وصفات كيسا أكتك صلوات ربي وسلام عليه إلى هير أغرسيه ملائكته عد أي كحشوته وعثمان نينك ملائكته أي كحشوني سي ملائكة الرحمن أي وفد الرائع راقا ويمي markay u soo galeen madaxda sida lagu sameeyo waa taqaan waxa markaa loo soo galo amaan baa lagala daala ayaguna amaanta waa iska jecel yihiin amaan bay wax ku bixiyaan wax ku leeyahay waxay moodeen madax caadi ah markaas markay u soo galeen bay amaan gala daaleen nin meesha fadhiyo saxaabada nabiga kamid miqdad ibn aswad leeydaa ayaa markuu maqlay amaanti arra intu qaatay bu wafdigi indhaha kaga sayn عثمان بقى وحول ورسي وحكاية مقدر محادث كان وفتي قاس وحكاية سي كان نقط وحول النبي محمد بقى صلى الله عليه وسلم أمري ضدك أمان تبضن ضدك أمانة إنا وجهك عرك قصيرنا عثمان محولي واسديبي وفتي قينا محي السمين واسديبين نبي محمد بقى أمري هدي لي ورمتشرو ومدن السيدة سيهايد ومدني سيدا سيه سي أكرامي سي النبي جيدا صلوات ربي وسلام عليه هي أمر كيسية شرعيقة ساسي هانجره نبي محمد بايري خلاص وركمدن بايو الله بايري آيات قرآن كل واقضي وركمدن بايو هذا الميال ساسي هانجره كذل دن باي صوب أحد الروح انت آيات قرآن يا أحاديث لغو أخرية هذا نينو سوتاق ومرموقة تشعليه وحينك تصيص إيمانك إيو سيدو أتبردريه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيهاي إسلام مجلس كأوعى فرديه زبير صغن الصحابي جليلة فعل كيؤوس مينيك اللي دهد مقداد أيو حويري مقداد حلكي سارنا وقتي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمرك النبي كيف لنا يا النبي قلنا صلوات ربي وسلام عليه إن ليس أمانه وحكوت المامي هلاك كلا أمانة إن لها لاقي خطر لجليه صوبت معيتاي كان آد أماني ساي واحد كوري داي ساي عدر لي رادو عجبي اسمها دين وحسنها ينو اسمه دو مركات ألقاب إيا مقعي صفات وصلاحين كالداشو الشيطان با إردا كسو قلي مركات سولي والله وحكا ستا ومالي يا وحكا ستا مالي نيكي أستي باتاي صوتت كي ماركتين ها ديا كافي عالي مربى هذي كوجشيا كافي عني عجب من وادها لكسنت لكن النبي قال له صلى الله عليه وآله وسلم هذي إذا دم بابي لهين وحن إذا كبق إلى واحد دم بجبك وين محيها رسولك إلهي العجب إسعد شبين توع روح إسعد شبيه وأودمات روح الصوابط أقول نقول يا ولالكي إنه إسعد شبيه كبره وأمانتك لدالينا السبب وقلنا قضي هلاك جيسا وأنا معناها النبي قلت المامي صلى الله عليه وآله وسلم ساس تردد أمد هلاك جيدا إيو يعني السبب هو قلنا قلالك أبد بهذه
nabigeenna sallallahu calayhi waalihi wasalam ducooyinkii waxaa ka mid ahaa ilaahu waxaan magankaaga ahay inaan ruux muslima dembi sabab ugu noqdoon u jiido. Muslim inaad sabab ugu noqoto halaagiisa, tacaawun cala alithmi waay. Madxigan iyo ammaantan faraha badan ee marka la isweydaarsanayo caamada kaliya, xataa culimmadii wadaadadii qaar baa waxay ku leeyihin, adeer maxaad laqabkay uga tagtay, maxaad ii qaawisay, maxaad ii qaawisay, macalin hebel baan ahaaye, hebel maxaad ii tili, sheekh hebel baan ahaaye, sheekh maxaad uga tagtood ii qaawisay. Wareede, alqaabtan aad ku dagaalamaysaa ay macno weyn male. Waxaad tahay baad tahay, xaqiiqadaaduna ilaahay agtiisay taallaa. Dadku waxay kugu sheegayaana macno weyn samayn mayso, adigana kuu samayn mayso, iyadana u samayn mayso. Soo maaragtay nabigeenna Muxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh, yaa ka khayr badnaa, yaa ka fadli badnaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Dad baa u yimid, markaasaa waxay yidhaahdeen waxaad tahay sayidkanaga. Wuxuu yidhi ilaahay baa sayida u biirsada, inuu sayid yahay mashaki baa ku jira nabi Maxamed sal alay wasalam. Ana sayidu waladi aadama walaa faqra, aadam intuu dhalay anaa sayidu afaanna ma aha buu nabigu uri sal alay wasalam, sayid waay. Laakiin wuxuu diidan yahay hortiisa in lagu ammaano. Markay ku dhaheen sayidkadana sayidka nagii baa tahay, wuxuu yidhi ina allaha huwa sayid, ilaahay baa sayid. Markaasaa waxay yidhi ka noogu fadli badan baa tahay, ka noogu qiimo badan baa tahay. Markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal alay wasalam, wardadow hadalkiina qaar ka mida ku gaabsado, dhaha shaytaanna yuusan idin duufsanin, halkaa yuusan shaytaan idinka soo gelin oo idin duufsanin. Anugu waxaan ahay Muxammed, aabbahayna Cabdullaahi baa la yidhaahdaa, rasuulkiisii baan ahay, addoonkiisiina waan ahay. Ilaahay baan ku dhaartay inaanan jeclayn mansiladii ilaahay ii gaadhsiiyey inaad iga kormarisaan ma jecli, buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. inta ay ku sheegeenba wuu yahay nabi Maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh, sayid waa yahay, afdal wuu yahay, khayr wuu yahay, khayru naas, afdalu naas, acdamu tawlan, kullu dalika waa yahay. Laakiin nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ma jecla, ma jecla in la qaadqaado ma jeclayn, in la sheegsheego ma jeclayn, ammaantiisa in laga badbadiyo ma jeclayn nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Kadalika sidaasoo kale ayaa nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam, kirishtanka iyo nasaaradu siday nabi ciise ugu xadgudbeen oo kale ha iigu xadgudbina, xadkii ilaahay ii dhigahay dhaafinina. Anugu waxaan ahay rasuulkii ilaahay, addoonkiisiina waan ahay. haddaad i ammaanaysaan waxaad tidhaahdaan addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa idhaha, oo maxaa ka fiican? Rabbigii baa wuxuu ku sifeeyey in uu yahay rasuul. martabad bashar uu gaadho oo bini aadam uu gaadho, martabada ugu sarraysaayo waa in ilaahay dirsado rasuul laga dhigo. Rasuul baa lagu sifeeyey. Sifada labaad ee la siiyeyna waa addoonnimo, inuu rabbigii addoon u yahay oo cid kale aysan addoonsaninna waa ammaan meeshii ugu dambaysay. sidaas daraaddeed baa rabbigii wuxuu ku ammaanay maqaamaadka meelaha ugu sarreeya. marka uu ammaanayo wuxuu ku ammaanay addoonnimo. habeenkii la dheelmay ee toddobada sama korkooda la geeyey ee Baytulmaqdis la sii mariyey, xadadkaa markuu ilaahay ka warramayo wuxuu yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi layla, waxaa lagu sifeeyey addoon. markuu waxyigu degayo xidhiirka samadu uu toos yahay oo hadalka ilaahay toos ugu socdo oo uu degayo qur-aanku ku soo degaya, addoon baa lagu sifeeyey. tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdih, waa addoon. laakiin yuu addoon u yahay? ilaahay keligii buu addoon u yahay. wahadii sifatu madxin, waa sifo sharaf iyo karaamo wey. dullinimadu wax weeye inay addoommada qaar ka mida ku addoonsanado addoon u noqoto, laakiin rabbigaa keligii inaad addoon u noqoto waa ammaan. saas daradeed buu nabigeennu wuxuu leeyahay waxaad itilaahdaan addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa. ummaddiisuu nabigu tacliiminayaa, ummaddu wax baraya, innagu waxna baraya. allah addoommadiisuu yaqaanaa, alaa yaclamu man khalaqa wahuwa allatiifu alkhabiir. ilaahay addoommadiisa waa yaqaanaa, isagaa abuurtay. allah wuxuu garanayaa iridaha shaytaanku ka soo gelayo. allah wuxuu yaqaanaa waxa fasaadinaya quluubtooda.
الله وحو يقانا وحا أدوما ذا اللقو يدا كوا رسول كيسانا إساقا براي سيدا سيكو إيمان إساء أدوما ذا إن لغا إلاليو وحي لبايا دين تو دي أدون كو در لبايا أما أدن فرها بدن إياك بدبادين تن إياك بمبونين تني كان وارد لبايسا الله أمان إيو ككالنا وحو يان أساقنا سبب أغن نقضي لبكاسي إنو قرو سأصدر الله يبدو النبي كأنه كعب رسول الله عليه وسلم لقون قويو لقون قويو دل أو كلو كعب نبي كعب رسول الله عليه وسلم هلاك روح عد هلاك ورطوك هذا واحد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ديدين يا هاي أوليه الشيطان يوسن إذن دوفسنن أوليه أمانت إذا هكو حد قدبين هلكا كوتشو تشيا أوليه إساق أولها النبي صلى الله عليه وسلم يقدى يا أوليه أوليه منزل ذي إلهي دي كره قادنا كره إيقا قادنا صلوات ربي وسلام عليه حقيت شوكتا هذيك ورحقيت كلقي البحث ودادو حقيت كلقي البحث أما أنت تنفرح بضني حتى ودادي متأخرين تقار كم إذا كوي ابتلوبي لكن سلفك أكتوضك ما بنين حالات خاصة ونادرة أو مستثناء أو حكمة إيا مصلحة كصليسا أو نصوص إيا شرعة صور ابتواجنا لكن إذا أصل كوحويان دادك هرتوضك لكم أمانو نصوص تكسو عررتين آبه فربضنته وحادا روحا أمانين بأن نبي قلت المامي صلى الله عليه وآله وسلم روحا ظاهر كيسا كوم موقضة لكن حقيقة دي سوه سموقت وامد الله بعد خاتمة دي سموقت حتى وحو يحيبا دركتها لكن محو آل كارن كيسو قرد من دونا نبي قلت صلى الله عليه وسلم يين إذن عجبينن أما هل عجبنا أما هوبوغنا روح عمل سمين يا عمل كيس إلى أتك أوغاتان روح حاسي وحا أوكو خاتم يصنعي يا سأسترد النبي مركو مجاهدين تأماني مجاهدين تمركو أماني يا أجر كأيليه النبي قمركو دحق لي جملة معترضة والله أعلم بمن يجاهد في سبيله سأستردد من عبادة بدن هذا دركته أمان تيساكوك لحتجد من الدلال بدن هذا دركته أمان تيساكوك لحتجد من العلم بدن هذا دركته أمان تيساكوك لحتجد من كرسي كفر دي أمان هذا دركته أمان تيساكوك لحتجد من مجتمع لحدي سمعك كل هذا دركته أمان تيساكوك لحتجد أمان تاسي معنى وين سكر يسجن وين لقين هذه كان من مركب قارك وبين بيك أي أرسينيس جارهان وحات روحك وأمانة يسمركو صنصحة هين مركاسي هو كذب يتزوير يبينوا شريعة الله وشريعة الرن وشريعة عدالة وشريعة دونيس الشيء والبماشي سئن لديه وشريعة أنر من روح إنو سنه وننو حسن هين نبي قحر صلى الله عليه وسلم روح إسكدر تشي وحسن هين وحسن هين بموجستي ورسول قحر صلى الله عليه وسلم وحلم ذي هين سيدي الروح لبن مرأ أو بين أحدي أو كله علمي ماله وحوم مجتئين علميه نختار معها وحوش مجتئين ونختاريه جنرال معها وحوم مجتئين وجنراليه واشي يقريه وانا أود أقال لمي سيد معها وحوم أود أقال لمي إنه السيد نبال الله السيد سمارت وحوصنا هين يا لقبان هين بودقان وكتيرا شيخنا يا المتشبع بما لم يعطى كلابس الثوب زور بن لمن مرأ بين حرية لمن مرأ بينه استقول لبستي أو كلي كذي قنت تق الله تدك قار كم إذا وابك قولت دقال لما يام دقال عرو يا ورخلقي جماعات قولت دقال لما ما دي أمانتي ومعك هو أمانة حداد أماني وإذا ودقال وروحة إلهي باو وحكلية أنا كله كروح أنكاء وهنا وكل هذا ساسا قوم علينا ساسا هب الأمة علينا يا سان صوشك إله بس حالك أنت وحي كبدا يوال لقوي هذه كان يوال لقوي لقوا أمانة يو كان كو أمانة يعني لقوي هذا هو وضع دنت هذا مول سيدا النبي محمد بايلي صلوات ربي وسلام عليه نبي محمد با سيدا انو ارشاديي او امدي دو توجيهي ساس دراده بو خري اياكم والتمادحه اس امانيدا اس كا الى النبي صلى الله عليه وسلم
maxay ila fa innahu dhabhu wa gawrac bu nabigu sallallahu rabbi wa salaam alayhi amaanta lays amaanaya wa gawrac marka sharci ilaahay aanu hoggaansanno diinta ilaahayna aan qaadanno amaanta faraha badanna layska daayo ruuxa wixii lagu ogyahay oo xaqiiqo ah ha la yidhaahdo khayr baan u malaynayaa wanaag baan ka filayaa khayr iyo wanaag baan ka filayaa ilaahay agtiisa wanaag baan uga rajaynayaa khayr baan ka ictiqaadsanahay ilaahay saxiidna u ammaani maayo hadday lagama maarmaan noqoto inaad ammaanto intaa ku gaabsada buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh kafaa kafaa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu qowlan wa ficlan wa taqriiran intaba inuu ku reebay is-ammaanta zaa'idka ah ama is-ammaanta ruuxa wejigiisa lagu ammaano sunnadu intay u qaybsantaba inuu nabigu sallallahu calayhi wasallam ay ka sugan tahay sunna qowliya iyo sunna ficliya iyo sunna taqriiriya intaba way kaga sugan tahay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummaddii nebi maxamed baynu nahay walanaa fii rasuulillaahi sala allahu calayhi waali wasalam uswatun xasana masaalixdana ilaahay baa og iyo meeshay ku jirto mafaasidda iyo may ku jirtana ilaahay baa og bacda dalikana rasuulkiisa inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh aan qaadanno amarka ilaahay sharciga ilahayna loo hoggaansamo sallu wasallimu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi ddiin اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا وتراصوا وسدوا الخلل وتوصلوا الأول